مشاهدينا الكرام، اذا نتواصل معكم في هذه الانطلاقة وشوطنا الخامس عشر. تمت انطلاقتي خصص ايضا للحجايق ابكار في هذا الانطلاق المتميز والتحدي الجميل، وهنا الكل اتى على ارضية هذا الميدان للبحث عن عيدية العيد، العيدية ما قبل العيد، هنا الكل اتى في متابعتها وايضا لنيل الفوز والناموس في هذه المسيرة. نتابع التحدي، نبحر معاكم في انطلاقة هذا الشوط والاعداد المشاركة، وبداية بصاحبة المركز الاول من تنطلق هنا منصورة لمحمد بن معتوق العامري على الصدارة وعلى المركز الاول، هناك غزلان لسعيد بن مطر الرميفي على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث الخوار المسلم بالزفنة بن مسلم العامري من داتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع هنا ايضا والتسلل في هذه اللحظات على ريام. ريام من انتزعت الصدارة، انتزعت المقدمة، والمركز الاول فهد بن محمد بن علي بن فاضل على الصدارة على المقدمة على المركز الاول. يا سلام بهذه الانطلاقه لأريام، أريام على الصداره على المقدمه على المركز الاول، تهانينا وناموس من هذه اللحظات لأريام للسيد فهد بن محمد بن علي بن فاضل. ولكن هنا مهابه لمحمد بن سلطان بن مرحان لقتبي ايضا تفاجئنا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث رموز ناصر بالعوض محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. ولكن تهانينا على فوز أريام لسيد فهد بن محمد بن علي بن فاضل على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني مهاب محمد بن سلطان بن مرخان، المركز الثالث للسيد محمد بن ناصر بالعوضي رموز، المركز الرابع لمحمد بن علي بن حمد المري، وفي المركز الخامس من وصلت بهذه الانطلاقة الشاهنية لمحمد بن علي بن غابش لوهيبي، والمركز السادس كانت للطامة لسعيد بن عتيق محمد بن عتيق بالعرطي في سادس المراكز. هذه هي الستة المراكز الأولى، وهنا أيضا لحظة وصول أريام إلى خط النهاية، معلنة الفوز والناموس بأربع دقائق 51 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس الفهد بن محمد بن علي بن فاضل على هذا الفوز الجميل لي أيضا سجلته أريام. أما ثاني المراكز فكان الانطلاق الجميل من مهابة سيد محمد بن سلطان بن مرخان نكتبي، فاجأتنا في الأربعمائة متر الأخيرة بانتزاعها ثاني المراكز بأربع دقائق 53 ثانية، ستة من الأجزاء من الثانية توقيتها الزمني، بينما رموز هي من أتتنا على ثالث المراكز لسيد محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي.